احنا عندنا الدولة خدت إجراءات من 2016، اتعمل استراتيجية لإدارة الموارد المائية اسمها استراتيجية 4T، لأن هم 4 محاور بيبتدوا بحرف التاء. يعني أول حاجة تحسين نوعية المية، ودي بتنعكس في المشروعات اللي احنا بنعملها، اللي هي أعمال معالجة مية الصرف الزراعي، معالجة مية الصرف الصحي، المشروعات الاستثمارات الضخمة اللي بتعملها الدولة زي مثلا مشروع المحسمة، مشروع بحر البقر، ومشاريع أخرى إن شاء الله بتنفذ، ان احنا نعالج ونعيد استخدام اكبر كمية مية. ترشيد الاستهلاك، احنا عندنا برامج دشنت اوريدي، تبطين الترع ده عشان نقلل الفواقد وتخلي الري الحديث في الارض الزراعية، الري بالتنقيط تحديدا كمان عشان نزود كفاءة الري ونزود الانتاجية. المحور الثالث اللي هو تنمية الموارد المائية، وزي ما قلت زي مثلا تحلية مية البحر والمية الجوفية استكشافها، وبعد كده تهيئة البيئة المناسبة بقى من خلال التوعية والتدريب والتشريعات. كل دي الإجراءات دي كلها احنا ماشيين بيها عليها في التوازي. الخطة القومية للمياه تكلفتها لحد 2037 لن تقل عن 50 مليار دولار. انا اتوقع ان هي تتضاعف، تبقى ضعف الرقم ده لو قارنا بحجم الاستثمارات الحاليه. لا، في 2037 هنكون ضعفنا المبلغ بتاع ال 50 مليار دولار. هو طول ما في زياده سكانيه هيبقى في فقر مائي، لان هو انت عندك كميه ميه ثابته محدوده بتتوزع على عدد اكبر، فطبيعي لما تتوزع على عدد اكبر هيبقى في فقر مائي.